تأسس نادي الترجي الرياضي التونسي في العام 19 من القرن الماضي بمنطقة باب سويقة الحلفوين داخل أسوار المدينة العتيقة على يد مجموعة من الشبان التونسيين يتقدمهم محمد الزواوي، كما كان للقلعة الحمراء والصفراء مساهمة فعالة في النضال ضد الاستعمار الفرنسي من خلال تواجد الزعيم التونسي الرمز لحبيب بورقيبة. يوم العام 19 تاريخ يحكيكو، قاومنا الاستعمار دافع عليكو، نهضة عصيمية لي برد بغينا، شنهار لي بورقيبة شهد بينا، شنهار لي بورقيبة شهد بينا، بطولة ورا بطولة ما قدونا ¡Gracias!